الحمد لله. صباح الخير. صباح الورد. كيف أخبار الطقس؟ أخبار الطقس كتير منيحة. حابة أخبركم أنه اليوم فلكياً هو بداية فصل الخريف. اليوم بتكون الشمس عمودية على خط الاستواء، بحيث اليوم رح يتساوى الليل مع النهار. جميل. بالضبط. فاليوم لكل الأشخاص اللي حابين أو بحبوا فصل الخريف، فرسمياً يعتبر من اليوم بداية الفصل. أكيد للتفاصيل أكثر لكم وللمشاهدين حالياً. يسعد صباحكم مشاهدينا. بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس خريفي في أغلب المناطق، ولكن حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية. أما ليلة مشاهدينا أيضا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتكون هذه الليلة من الليالي الباردة مقارنة مع الليالي السابقة. أما في المرتفعات الجبلية تظهر الغيوم المنخفضة، بينما في الجبال والسهول تكون الأجواء لطيفة نسبيا. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى درجات الحرارة في محافظات المملكة، ونبدأ في العاصمة الأردنية عمان. عمان نهارا 30 درجة مئوية، بينما ليلا 18 درجة مئوية. وبالانتقال إلى البلقاء 28 درجة نهارا و16 درجة ليلا. ننتقل إلى إربد، نهارا 30 درجة مئوية و18 درجة مئوية. وبالانتقال إلى محافظة جرش 30 نهارا و18 درجة أيضا ليلا. بينما ننتقل مشاهدينا إلى عجلون، تسجل نهارا 26 بينما ليلا 16 درجة وانخفاض في درجات الحرارة. ننتقل إلى المفرق 30 درجة مئوية نهارا، ليلا 18 درجة مئوية. إلى الزرقاء 31 نهارا، 17 درجة ليلا. وننتقل مشاهدينا إلى محافظة مادبة 31 نهارا، 17 درجة مئوية ليلا. ننتقل أيضا إلى الكرك، حيث تسجل 29 نهارا، 15 درجة ليلا. وإلى محافظة الطفيلة 26 درجة نهارا، 18 درجة مئوية ليلا. بالانتقال إلى معان 32 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. ومشاهدينا ننتقل وإياكم إلى البتراء، 30 درجة مئوية نهارا، 18 درجة مئوية ليلا. وأخيرا إلى محافظة العقبة، 37 درجة نهارا و24 درجة ليلا. مشاهدينا هاي كانت درجات الحرارة في محافظات المملكة.